إذا مشاهدينا الكرام، ملفنا الأول هو ملف الساعة، هو الملف الذي يتحدث عنه كل مواطن أردني الحقيقة، غيور على دينه وغيور على عقيدته وغيور على شريعته وشرائع هذا الدين الحقيقة، التي نشعر من خلال قرارات الحكومة أن هنالك استهداف واضح لها. لماذا؟ هل هذا مبرر شرعا؟ نريد أن نتساءل يعني الحقيقة في ظل هذا الظرف اللي احنا بنعيشه، هل الكورونا تعطي المبرر للحكومة لإلغاء صلاة الجمعة من هون لنهاية العام؟ يعني حوالي 3 شهور. اسمحونا الحديث عن هذا الموضوع أن نرحب بعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الدكتور همام سعيد. دكتور همام، مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تحياتي لك يا دكتور. أهلا بكم، أسأل الله أن تكون في صحة وعافية دائمة. الحمد لله. حياك الله. نريد أن نستمع منك دكتور رأيك بهذا القرار لغاية اللحظة التي نسأل الله أن يكون هناك تراجع عنه، لكن لغاية اللحظة ما رأيك بهذا القرار؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا القرار يعني الذي خص يوم الجمعة من بين سائر الفعاليات، يعني هذا الحقيقة يعني أمر مقصود، يعني أنا لا يعني لا يحمل على حسن النية. هذا أمر لا يحمل أبدا على حسن النية مطلقا، يعني لو كان نحن يعني العلماء سواء اتحاد علماء المسلمين أو اتحاد أو علماء الأردن أو مجلس علماء الإخوان المسلمين، كلنا أفتينا يوم أن طلب أنه فعلا هنالك أزمة صحية ونحتاج إلى فرض إغلاقات بما فيها المساجد، أفتينا بذلك. لأنه يعني كان الأمر عام غير مقصود، لكن يعني يأتي اليوم فيصبح هذا الأمر مقصودا في المساجد بالذات ويوم الجمعة بالذات، فهذا الحقيقة لا يمكن تفسيره على أنه يعني من أجل مقاومة كورونا ولا الوقوف أمام حالة صحية أبدا على الإطلاق. لذلك الحقيقة يعني إحنا نأمل أنه هذا القرار يعاد عنه ويلغى حالا قبل يوم الجمعة القادم. مفروض أنه هذا فعلا يلغى حالا ولا يبقى مثل هذا القرار، هذا يسيء سمعة الحكومة تماما، ولا سيما أنها في أول أيامها بدأتنا بمثل هذا القرار العجيب. لذلك الحقيقة يعني الكل الآن يعني يتربص ويترقب إلغاء هذا القرار. هذا قرار الحقيقة مهين لهذه الأمة ولهذا الشعب، وأيضا بنفس الوقت يعتدي على دينها وعلى كرامتها. نعم دكتور، يعني كان الجانب الرسمي يبرر قرارات سابقة بأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، هذه القاعدة الفقهية ومقاصد الشريعة بأنها حفظ النفس هي الأولى والأولويات، هذا لا ينطبق الآن على هذه الحالة دكتور؟ لا ينطبق على هذه الحالة، لأن المساجد أصبحت هي المقصودة بالذات. يعني لو كانت عندما كانت القضية عامة، يعني إحنا أصدرنا فتاوى في هذا الموضوع وندبنا الناس إلى قبول ذلك القرار في ذلك الوقت، لكن اليوم لا نندب أحدا أن يقبل هذا القرار، لأن هذا القرار واضح أنه يستهدف يوم الجمعة ويستهدف صلاة المسلمين بالذات. طيب الناس الآن يعني تتساءل ما العمل، يعني في حال هذا الإصرار من قبل الحكومة على هذا القرار، لو تم ذلك لا سمح الله، يعني هل نحن مسؤولون كعموم المسلمين المواطنين شرعا أمام الله عز وجل عن عدم تأديتنا للصلاة لو لا سمح الله طبق هذا القرار لنهاية العام؟ الحقيقة رد الفعل الشعبي أنا أتصور يعني كبير، ويعني الناس فعلا يعني دينهم أعز شيء عليهم. نعم. ولا يقبلون التلاعب في هذا الدين أبدا مطلقا. لذلك الحقيقة أنا النصيحة التي وجهها للمسؤولين لهذه الحكومة أن ترجع حالا عن هذا القرار، وأن تجعل صلاة الجمعة ولو لساعتين فعلا في وقت مناسب، بحيث أن الناس يصلوا الجمعة ويرجعون إلى بيوتهم. نعم. برضو يعني سؤالي الأخير لك يا دكتور إذا تكرمت، في الحال عدم استجابة الحكومة، هل يعني نضع هذا القرار ضمن سياق ما يجري للإسلام والمسلمين من استهداف على المستوى العالمي والإقليمي؟ لا شك أنه يعني يدخل في سياق هذه الحملة العالمية. يعني كأن القضية مطلوب الآن من بعض الدول أن تسهم في هذه الحملة، وهذا أتصور إذا لم تعد الحكومة عن هذا القرار فمعنى ذلك أنها تشارك في هذه الجريمة.
جميل جميل، يعني كلام جميل ومهم جدا، بدي أشكرك عليه وأشكرك على وقتك فضيلة الدكتور همام سعيد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت، عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كلام واضح بين، شكرا جزيلا لدكتور همام الحقيقة، وهي دعوة من الدكتور همام للحكومة لأن تتراجع فورا عن هذا القرار حتى لا يفهم أنه ضمن سياق هذه الحملة العالمية لاستهداف الإسلام. والدكتور همام نفسه وعلماء يعني الأردن أفتوا مع وزارة الأوقاف ومع قرار الحكومة السابق بإغلاق المساجد، هذا دليل أنه يعني مش أنه فقط هي اعتراض على قرار الحكومة، لا، نفس العلماء اللي الآن يعترضوا في لحظة معينة في ظرف معين نعم كانوا متوافقين مع وزارة الأوقاف ومع توجهات الحكومة بضرورة إغلاق المساجد في بداية أزمة كورونا، الناس لسه مش عارفة شو بيصير في العالم كله، مش مفهوم شو اللي بيصير، فمن باب حفظ النفس ومن باب أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع كذا كذا كان هنالك توافق، ولكن الآن الظروف تغيرت وتبدلت وأصبح الاستهداف يظهر أكثر في حال لو أصرت الحكومة على عدم إعطاء على الأقل استثناء الساعتين لأداء صلاة الجمعة. سألنا الناس في الشارع عن هذا يعني القرار وهل تؤيد استثناء صلاة الجمعة من الحظر الشامل بالتحديد، خلينا نشوف إجاباتك عينة أيضا من الناس في الشارع. طبعا إحنا ما بنأيدها كشعب مسلم وإنها هي فريضة علينا، والمطاعم مش أولى من صلاة الجمعة والتجمعات اللي قاعدة بتصير، بيقدروا يلزمونا بأمر الدفاع بالالتزام بالكمامة وبالتباعد، يعني هذا الأمر جائز بالحالات هاي استثنائية، أما أنه نلغيها تماما يعني هو أعتقد أمر مش جائز أبدا. طبعا صلاة الجمعة هي فريضة على كل مسلم، ونحن كمواطنين لا نؤيد استثناء صلاة الجمعة لأن ركيزة أساسية لنا ولكل المسلمين، وصلاة الجمعة يجب أن تكون موجودة، استثني أيام غير الجمعة، ليش مثلا يوم الجمعة ليش ما يكون السبت، يعني يكون يوم السبت مثلا تكون حظر شامل ما عندنا مشكلة، أما يوم الجمعة بالذات لا، أنا ما بأيده ويجب عليهم إعادة النظر في هذه القرارات. وبنوه على شغلة أنه المطاعم والمولات مش أولى من صلاة الجمعة تماما. حظر بشكل عام أنا شخصيا ما بأيده، السوم بقولوا فيه له دواعي وفيه له ضرورات، ولكن صلاة الجمعة بالذات في إمكانية مثلا احنا نستثنيها ساعة الزمن يمشوا، يعني الساعة هاي مثلا يطلعوا الناس لو بدون سيارات. لا أؤيد هذا الرأي بالتأكيد، نعم أؤيد استثناء صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يعني زي ما بنعرف احنا هي فريضة وتقام مرة بالأسبوع، وهي يعني من الشعائر المهمة بالدين الإسلامي، والمجتمع الأردني بطبيعته مجتمع محافظ يعني يهتم بالصلاة وبالعبادات، وبالتالي يعني هاي الصلاة لو تم وضع ضوابط يعني وأسس صحية للذهاب للمسجد أعتقد أنه يعني ممكن تلبي الغرض.